هلا وغلا فيكم في حلقة جديدة من قصص مرعبة. جبنا لكم اليوم قصة مرعبة، وقبل ما نبدأ لا تنسون لا تزوروا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، دعمكم يهمنا، واللي يخاف لا يكمل الفيديو. والحين خلونا نبدأ. عنوان قصتنا بيت روكسي. دائما أجلس مع أخوي الصغير وأتفرج معه على برامج الأطفال اللي تعجبه مثل سبونج بوب وبارني وغيرهم. يوم الأيام كان طالع مع أهلي وأنا بقيت لوحدي في البيت. قلت لنفسي خليني أبحث عن فيلم ممتع أتفرج عليه من صندوق أفلام الوالد، وصعدت فوق الدرج إلى غرفة الوالد وبحثت في صندوق الأفلام الخاصة فيه واخترت كم فيلم مرعب. وفجأة شفت علبة شريط شدتني. صورة الغلاف كانت عبارة عن دمية لونها أخضر اسمها روكسي، ومع دميتين، واحدة لونهم أحمر والثانية لونهم أزرق، وكانوا موجودين في بيت. أوه، ذكرته، هذا روكسي شريطي المفضل، وأنا صغير كنت دائما أشوفه. فرصة أخلي أخوي الصغير يشوفه وأنا أسترجع الذكريات الجميلة معاه. كنت فرحان كثير لأني بشوف ردة فعل أخوي بعد ما أشوف الفيديو معاي. انتظرت أهلي يرجعون البيت، وبعد ما رجعوا سحبت أخوي وقلت له تعال بوريك شيء رهيب. جلسنا قدام التلفزيون وحطيت الشريط في الفيديو وبدأنا نشوف اللي طلع لنا في الشاشة. في البداية طلعت مقدمة البرنامج وطلعت شخصية روكسي وهو دمية لونها أصفر. غريبة، أتذكر لونها كان أزرق، كيف صار أصفر؟ حتى علبة الشريط صورت لونها أزرق. وحاجة ثانية لاحظتها، موسيقى المقدمة كانت غريبة وصوت المغني كان شخص صوته غليظ وبطيء في الكلام، كان في جو رعب غريب. ما اهتميت وكملت الفيديو. أول ما بدت الحلقة طلع فيها وجه روكسي قدام الشاشة وعيونه مفتوحة كأنه جالس ينظرنا من خلف الشاشة، واستمر روكسي يناظر الشاشة لمدة 3 دقائق ولا يتحرك. وقتها كنت أنا مستغرب لأنه ما في صوت موسيقى في الخلف ولا شيء. فجأة رن جرس الباب عند روكسي وطالع يمين، وبعدها قال أوه في أحد جاء، يا ترى مين اللي وصل؟ وراح روكسي إلى باب البيت وفتح الباب. أول ما فتح الباب شفت حاجة خلت قلبي يوقف من الخوف. كان في دميتين وشكلهم كان مرعب جدا. رحب فيهم روكسي، وبعدها بدأ واحد من دميتين يتكلم. كان صوته غليظ جدا ويصارخ ويتكلم بلغة غير مفهومة. أنا هنا خفت ووقفت الفيديو. أخوي زعل قال لي ليش وقفته، خلنا نكمل. قلت له لا ما يصلح لك، الفيديو هذا شكلك أنت غلطان، حسيته حق أطفال. أخوي زعل وقام يصيح ويبي يكمل الحلقة. تركته ورحت فوق غرفتي وحطيت الشريط في الدولاب. واليوم الثاني جلست أفكر بيني وبين نفسي إيش اللي شفته بالفيديو. غلبني الفضول، أبي أكمل الحلقة وأشوف إيش بيصير قدام. في الليل أخذت الفيديو لغرفتي وقفلت الباب ولبست سماعات وشغلت الحلقة. بعد ما تكلمت الدمية السوداء اللي تخوف شكلها رد علي روكسي وقال له صح كلامك، لازم نلعب لعبة. بعدها دخل الدميتين ومشوا ورا روكسي إلى الصالة وجلسوا على الطاولة. واحد من الدمى طلع مسدس وقال كلام صوت مرعب غير مفهوم. رد علي روكسي صح لازم أجيب الهدف ديف من المخزن. بعدها طلع روكسي من الغرفة، وفجأة الدميتين السود لفوا للكاميرا وكأنهم يطلعوني من خلف الشاشة وقالوا كلام غير مفهوم بصوت مرعب. حسيت راسي بدأ يصدع شوي. بعدها رجع روكسي للغرفة مع كيس أسود كبير، واللي خوف في الأمر إن الكيس كان في داخل شيء يتحرك. بعدها وضع روكسي الكيس فوق الطاولة وطلع منه شيء. في البداية عقلي مو راضي يصدق اللي أشوفه قدامي، بس بعدها قربت للشاشة وصرخت بأعلى صوتي أخوي، أخوي الصغير طلعك من الكيس روكسي، وكان مربط وفمه محطوط عليه لصقة. وقتها وقفت الفيديو وركضت على طول إلى باب غرفتي عشان أطمن على أخوي الصغير، لكن
باب غرفتي مو راضي يفتح، ما كان مقفل، لكن كأن في أحد ماسكه من الجهة الثانية. حاولت أفتح الباب بقوة ما عندي، بس ما في فايدة. وفجأة اشتغل الفيديو وراي من نفسه. قربت للشاشة وشفت تكملة الفيديو. روكسي قال: جبت لكم الهدف ديف، خلونا نلعب الحين. بعدها صارت الشاشة سودة، ولما رجعت الصورة شفت أخوي جالس على كرسي مربط فيه وحاطين قماش على عيونه عشان ما يشوف. وبعدين انتقل التصوير إلى روكسي والاثنين اللي معاه، كل واحد ماسك سكينة. بعدها تكلم الدمية السودة بكلام مو مفهوم، ورد علي روكسي: لا، أنا اللي ببدأ أول وأنتم بعدي، واللي يجيب أكثر نقاط بيفوز. بعدها رمى روكسي السكينة واستقرت في كتف أخوي، وأخوي قام يصرخ والدم ينزف منه ويبكي. وقال روكسي: الكتف يعني آخذ 5 نقاط، والحين دوركم. بدأ يرمون السكاكين كل شوي تغرز في جسم أخوي، ولاحظت أنهم يبعدون على الأماكن اللي تؤدي للوفاة مباشرة مثل القلب. بعدها روكسي رمى سكينة وانغرزت في عين أخوي، لكن أخوي ما صرخ لأنه كان فاقد قوته من كثر الدم اللي نزف منه. وهنا روكسي قال: حسافة، خربت اللعبة ديف، صار ما يسجل لنا النقاط. وهنا صرخ واحد من الدمى السود وركض بسرعة وراء أخوي وقطع راسه بالسكينة. أنا هنا انهرت من البكاء، ما قدرت أوقف على رجلي. أخوي تعذب ومات قدامي ولا أقدر أسوي شيء. بعده روكسي طالع الشاشة وقال: يبي لنا ندور على لعبة جديدة. حسيت يطالع فيني مباشرة. وبعدها انتهت الحلقة وطفى الفيديو. وبعد ما انتهت الحلقة وطفى الفيديو ركضت بسرعة لغرفة أخوي، وهذه المرة باب غرفتي انفتح. توجهت لغرفة أخوي ودخلت عليها، كان الباب مسكر. ولما فتحت الباب وعيوني صارت على السرير انهرت، ما قدرت أتكلم، الصرخة مو راضية تطلع مني، وقلبي وقف من الخوف من اللي شفته قدامي. شفت جثة أخوي مطعون من كل جهة، والدم ينزف وعبى السرير، وراسه مقطوع. هنا ما قدرت أنتبه إلا أمي كانت وراي وصرخت وطالعت المنظر المفزوع. وبعدين نظرتني وصرخت علي وقالت لي: ليش قتلت أخوك؟ هنا لاحظت أنا في سكينة في يدي ومليانة دم أخوي. قلت لأمي: مو أنا اللي قتلته، روكسي، وعندي الدليل. بعدها جو الشرطة للبيت وقالوا لي: ورنا الدليل إنك ما قتلت أخوك. شغلتهم الفيديو وبدأ العرض مقدمة. أول ما شفت الشاشة عيوني انفتحت لآخر شيء، وفمي أطلق صرخة خوف إلى أن انبح صوتي. لون روكسي في الشاشة كان لونه أخضر، والمقدمة كانت صوت بنت وجميل صوتها. وبدأت الحلقة، روكسي قال: يلا خلونا نسوي اليوم كيكة. ها كيف القصة؟ إن شاء الله تكون عجبتكم. إذا خفتوا اكتبوا تحت بالتعليقات، وإذا بغيتوا قصة ثانية أيضا اكتبوا تحت بالتعليقات، وإذا عندكم أي أفكار ثانية حق قصص اكتبوا تحت بالتعليقات أيضا. كان معكم فادي الشيحة، ولا تنسونا بالدعم، شاركوا الفيديو هذا مع كل اللي تحبونه اللي تبون تخوفونه، وأيضا اشتركوا بالقناة وحطوا لايك لو عجبكم، وفعلوا الجرس عشان تجيكم فيديوهات رهيبة مثل كذا. كان معكم فادي الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.